تعالوا نحضر مع بعض النهارده النسكافيه بطريقه سهله وحلوه قوي وطعم لذيذ، هيعجبك جدا. جربيه بالطريقه دي مش هتندمي. عندي هنا نسكافيه 3 في 1 بالشكل ده كده. هفتح الباكو بتاعي وهجيب طبعا المج او الكوبايه اللي هستخدمها. هحط بقى النسكافيه بتاعي كده اهو. طبعا متحطش بقى سكر، حسب الرغبه زي ما انت عايزه، معلقتين 3 دي حاجه ترجعلك. هقلب السكر مع النسكافيه كده اهو، ادخلهم في بعض. بعد كده هجيب ميه تكون سخنه واحط حوالي 2 معلقة صغيرين ميه سخنه، تمام؟ متزوديش مره واحده عشان ممكن ما نحتاجش دي، يا دوبك تقلبي فيها. وببدأ بقى ان انا اقلب بالشكل ده كده زي اكني بعمله بليك اهو بالشكل ده. هقلب فيه لحد اما لونه يبدأ يتغير معايا اهو، شايفين بالشكل ده كده. وابدأ اقلب لحد اما اللون يتغير معايا اهو، شايفين المنظر اهو. طبعا ممكن تستخدمي المضرب، لو عندك مضرب نسكافيه ممكن تضربيه في الخلاط، بس هي اسهل طريقه بالمعلقه كده او بظهر المعلقه، وبتبداي ان انت تقلبي. انتوا شايفين قلبت فيه لحد ما لونه افتح كده بالشكل ده اهو، شايفين افتح معايا ازاي. مش عايزه ان انت تضربي فيه وعايزه تشتغلي على طول، مفيش اي مشاكل. هنا عندي مكعب من الشوكولاته، هنا عندك اختيارات، يا تحطي شوكولاته يا تحطي نوتيلا اللي انت حباه. انا هحط في كل كوبايه مكعب من الشوكولاته بالشكل ده كده. طبعا للناس اللي بتحب الشوكولاته عايزه تزودي الكميه مفيش اي مشكله، ممكن تسيحي الشوكولاته تحطيها، ممكن تحطي معلقه من النوتيلا. في المرحله دي بكون مجهزه ميه سخنه عشان انزل بيها على النسكافيه بتاعي. هبدا بقى انزل بالميه السخنه بتاعتي. بالشكل ده كده ببدأ اقلب لحد ما احس ان الشوكولاتة بتاعتي دابت معايا. شايفين ده وشه مختلف عن ده علشان ده مضروب اكتر من ده، كل ما تضربي كل ما يختلف معاكي. بصوا ده الوش بتاعه مختلف شويه عن ده عشان ده مضروب اكتر من ده. هنا ضربته لحد ما فتحت لونه، هنا ضربته بس ما فتحتهوش قوي. كل ما تفتحيه كل ما يختلف معاكي شكل الوش. بقلب برضو لحد ما احس ان الشوكولاته بتاعتي ساحت خالص واختفت معايا، شايفين. هنا بقى الاختلاف في الضرب، هنا ضربته كويس جدا، هنا ما ضربتهوش قوي.